عبد الله محمود عليك انا ما كنتحلها اقسم لي بالله العظيم ما كاين لا القانون لا ما كاين لا قانون القانون عندنا غير في الهضره لا ما كاين شي حاجه وهذا شي حق شي قانون ما كاين اللي قال لك القانون هو الفلوس ربي دبرك وانا لاني غير كان شي تسوى غير ولا ما لا تسكره ولا منيري ولا ماني كي غولي الا حتى وغير السلام عليكم صافي قايدي احمد الدوار ثورة قيادتي شامل يا عمالة مراكش كانت عمالة مراكش دابا ولات شي شو ياك فهمتيني وانا دابا سيدي انا في الشوارع مقطع خدمت مع هادوك الناس سيدي يلاه عندي 12 عام في العمر ديالي فهمتي 12 عام تا ولات عندي دابا 53 عام في عمري خدمت معاهم اسيدي من 1972 حتى 83 وقعت ليا الكسيدة ولحوني في السبيطار ربنا خلقتنا خلصوا عليا السبيطار داو ليا ورقي ما خلاو ليا شي ورقة حتى هاد الورق المصوت هاهما راه غدوبل هادي دابا كنطلعوني هبط مع المحكمة تيعطيوني ورقة بالدوبل ممكن عاود لينا السي أحمد علاش وقع ليك بالضبط ما عرفنا شنو هي دابا شنو وقع ليك اش وقع لي وقعت لي سيدي معاهم الكسيدة وقعت لي الكسيدة تقطعت لي يدي ها هي شحال من سنة هادي وانا كنطلعو نهبط عندها ما عندي لا حنين لا رحيم انا وحدي داكشي اللي وقع لي الورقة وما اللي توقع كيفاش توقعت لك هاد الكسيدة السي أحمد وقعت لي سيدي هاد الكسيدة خدام معاهم ايه معاهم وصيفتوني لواحد البيسة ما كنعرف ليها تهرست وكنصوف فيها جا واحد الخدام دار ليها مرش من برا حيت ليها السنطة وهو بغا فيا الخدمة مشى ركب ليها السنطة حيت السنطة لداخل وانا الفوق ركب ليها السنطة وديمارا ليها وتقطع ليا يدي ولحقوني في السبيطار فاش كنتي خدامة هادشي فين وقع ليك دابا لحد الان استراغنا فين وقع ليا لا فاش كنتي خدامة شنو هاد الطومين هذا حيت دابا ما واحد البياسة كيقولوا ليها البلادور فاش هادشي فاش في السيري السيرك السيرك يعني هاد الحديثة وقعت ليك في السيرك وقعت ليا في السيرك عند لبيب محمد لبيب محمد صاحبه هو الاول شريكو كيقولوا ليها المعطي شحال من سنة من 72 حتى 83 عاد عرفت باش لنا هو مشاركين بجوج تا كثر الماتريال وفرقوا هذاك الشيء كل واحد ما فرقوش المهم راه كل واحد ولا واحد واحد النصيب المهم دابا انت اش صورتي من داكشي اللي صورتي منه انا يدك تقطعات ليك هي تقطعات ليا ما بقى ما يمكن دير بها والو ما يمكن دير بها والو وهو قال لك اسيدي نعطيك 500 الف فرق ودير لي التنازل شنو من البداية ديالك مع العمل في السيرك السي أحمد انا ما سمعنا حنا وسولنا عرفنا كانك دوزتي دمرتي حياتك في هذه الحرفة حياتي كاملة مشات ليا في هذاك السيرك من النهار اللي كنعرف هاد الناس ما عمري شفت انا نهار ابيض امتى دزتي امتى بديتي شحال كان عندك في العمر اش بديتي اسيدي في 1960 و72 خدمت معاهم يلاه عندي 12 عام في عمري ياك فهمتيني 12 عام اللي عندي في عمري ديالي دخلت مع هذوك الناس هذا بيدي مشات ها هي ما سوقت منهم والو الناس عندهم الفلوس شحال دابا داز ديال الوقت تقريبا على باش وقعت ديك الحادثه من 83 وحسب انت وحسب انت من 83 حتى 2013 شحال هادي يلا ما سوقت مع الناس ما سوقت معاهم والو يعني تقريبا 40 عام دابا 40 عام تقريبا ولا كاع 42 ولا 41 عام مشيت انا هوبا صافي ما اش غادي ندير انا ما دابا مع هاد الناس خدامين تما بلا اوراق بلا والو ما كاينش اللي خدام بشي ورقه ما كاين اخ خدم بيا ولا حكم اللي بعد خدم بيك حتى يخدم بيك حتى تعيا ويلوحك ويجيب واحد اخر ديال 12 مليون وصافي يعني داكشي ما فيه لا ورق لا والو هما هما بريوس هما عندهم الوراق باش خدامين بلا فورميل اييه يعني الا عندك الشكاره كتشري هادشي اللي فهمت انا نهضر فاش كنا جايين في الطريق وعاودتي لي هادشي اللي فهمت انا من هادشي انا هاد الناس ما عندهم لا ورقه لا جوج لا والو لا جوج ما مديكلارين ولا ما مديكلارين ما عندهم لا ورق لا يديك لا يخليك يعني هاد الناس بالنسبه للدوله ما كاينينش ما كاينينش
هاد الناس هادو خدامين فولونتي صافي كيدزو خايب الله هادشي اللي كاين ياك فهمتي هاد الوراق هادو راه طلعتهم عاد بالفلوس هادو راه ما عندي شي ورقة هادو الوراق ديال السبيطار وديال المحكمة السبيطار ولا ديال المحكمة ولا 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 يعني حتى الأصلين حيدوهم ليك ودوهم ليا خلوني أنا بلا ورقة عاود لينا فاش وقعت ليك الحادثة فاش دخلتي للسبيطار أشنو وقع بالضبط أنت تضربتي إيه من بعد وقعت ليا الحادثة سيدي طحت ومشاو هزوني بالطوموبيل ولاحوني في السبيطار بالفلوس ما قبلوني كاع في السبيطار كنشوف فيهم وكنسمع قالوا لي خصك ديه لمراكش قال لي ما عنديش انا باش ندير لمراكش هادي وعطاهم الفلوس وداوني وداروا لي عام عليا قطعوا لي يدي ولاحوني السلام عليكم ايوا شحال بقيتي في السبيطار بركت فيها سيدي شي 18 يوم تا يديا شويه وجا خلص السبيطار وهز دا لي الوراق وخرجوني من السبيطار حيد لك الوراق ديال انك كنتي في السبيطار وكل شيء السبيطار ما خلاو لي شي ورقه كل شيء هادشي اللي عندي راه غير الدوبل ما عنديش شي ورقه اصليه كاع هو كملها وجملها قال لي نعطيك 500 الف فرنك ودير لي التنازل باش غندير لي التنازل علاش مع يكون مشى لي واحد الصباح 500 الف فرنك دابا هي اللي بتعوض لك 500 الف فرنك هي 5000 درهم بتعوض لك ليديك تعوض لي ليدي وتعوض لي داك الشيء كاع اللي دوزت معاه شحال من سنه هذه من 1972 حتى 83 ديال الخدمه ومشات يدي ويعطيني 500 الف فرنك ودير لي 11 عام ديال الخدمه ما عمرها ما غادي تعوض خدمه ديالي مشات فين غادي نمشي كي غادي ندير راه ما بقى فيا اللي يخدم ولا اللي يردم شحال عندك في العمر دروك السي حمان 53 سنه اللي عندي انا 53 عام 53 عام يا خويا 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 اللي ولدت لي امي وبي وبا اش دار ليا حتى هو جا من جهته حتى هو دار لاباس منهم قال لي انا قال لي ما تسالهم والو خوك انا خوك خويا كبير منك خوك كبر مني راه هو دابا دار خمسه ديور ديال الهجره وتقوى انت الصباح وانا ملي واحد دابا في الخلا كيفاش غادي ندير ليها دابا انت ها كارين انا راه كاري دروك انا راه كاري كيتسالني مول ديك 4 شهور عا 5 شهور غادي فيها عباد الله 1100 درهم في الشهر منين غادي نجبدهم لي حتى هادشي اللي عندي ما غاديش يقدنيني واخا كاع تبيعو واخا نبيعو ما يخلص لي حتى الشهر هي انا فاش غنخرج نمشي للزنقه ولا كيفاش ما عندك حتى شي مصدر ديال العيش لا عندي لا مصدر ديال العيش ولا يديك ولا يخليك انا ما بعدا ما نرضاش نقول لبنادم ما عندك شي ولاد عندك شي ولاد عندي الاولاد شحال عندنا عندي جوج امهم راه حتى هي مريضه في طونسيو الف ديال غير هذه بوحدها كتسوى 3600 ريال بوحدها يعني زيد مصاريف العيش ومصاريف خلي المصاريف العيش يا اللي خلي الضو خلي مع الورقه ديال الضو فيها 6000 ريال كي غادي ندير ليها زيد لك راه فين غنمشي نطحر ولا نمشي نحر هذا الشيء ونزيد ولا كي غادي ندير يلا وهاي الديه مشات العمر ديال من نهار اللي خدمت مع الناس ما عمري ما شفت شي نهار بيض من نهار اللي كنعرفهم انا يلا عندي 12 عام في عمري مشينا للعيون تما فين طلعوا كاع فين داروا لاباس يلا كنضلوا نخدموا ونباتوا نحسبوا نقادوا في الحساب في الفلوس ونعسوا فوق الفلوس الصباح ثاني نوض نخدموا شحال كتخدموا في النهار شحال كنخدموا بلا وقت كتخدم من الصباح حتى للجوج ديال الليل الا كاين الا ما مشاو الناس راه غتبقى خدام يعني خدامين على واش كاينين الناس ولا لا ها الا بقاو الناس النهار 24 ساعه تبقى حتى انت بقاو الناس غتخدم الليل والنهار ليل ونهار غتخدم حيت راه بغاو الفلوس شحال كتخلصوا تقريبا ما كانش كنعرف انا ديك الساعه ما كنعرف انا كاع الفلوس كيعطي ديري تاع هبطه اللي تشديت انت وزهرك صافي ومازال دير لهم الجميله انت التصاور ديال دي منهم انا النهار اللي ما كان النهار اللي ما داروا لا باس هما كنطيبوا ليهم الكوامل وياكلوا ويشربوا ورنا شي تصاور ما كرهناش نشوفوا باش يشوفوا الناس اي يا سيدي ها هما ها التصاور ديالهم ها هو دابا ها ابو الوفاء المعطي ابو الوفاء المعطي هذاك هو الباترون هذا هو الباترون اللي كنعرف انا قبل ما كنعرف لبيب محمد ها فين كنت انا خدام ها هو هذا انت هذا انا في التير هذه لا التير المكحل كنصور فيه مليون في النهار يا مليون في النهار مليون في النهار ها هو ها 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 ديال 77 هادو في طنطان هادي في طنطان طنطان 1900 هادي الدري ديال البارك ديال البارك كلهم مجموعين إيه ديك الساعه راه كانوا غير 6 الناس 7 الناس 7 القدام ما دابا راه ولات 8000 خدام اللي عندهم دابا ولا الماتريال لا روسيت ديالهم دابا كطيح عليهم 6 شهور
إذا ما طاحت عليهم كطيح عليهم 160 مليون في 12 ساعة اللي كطيح عليهم الناس. يعني هاد الناس لاباس عليهم ما خاصهم والو، ما كيخلصوا لا ضرائب لا والو، ولا كيخلصوا لا الضرائب لا يديك لا يخليك. يعني إلا كنا كنديو في التلفازة وفي الجورنالات على اقتصاد الريع، هذا اقتصاد الريع ديال بصح، هذا هو اللي كيستحق اقتصاد الريع. وراه الدولة سيدي ملي كتقول لنا كتدخل 160 مليون في النهار في 24 ساعة 12 ساعة 12 ساعة كيخدموا من 4 العشية حتى 4 الصباح، 160 مليون في 12 ساعة إلا هما كيخلصوا منها لا ضرائب لا والو، لا الضرائب لا ما كيعرفوا لا الضرائب، ما عندهم لا كونطابيليتي لا والو، ما عندهم لا كونطابيليتي لا يديك لا يخليك. هاد الناس واكلين عباد الله، واكلين كل شيء، واكلين كل شيء. دولك لا وهاد دولك لا وهاد، راه مني غير ما كيخلصش الضرائب على هاد الشيء ولا التي في لا والو، الضرائب من غير الضرائب واكل الدوله من غير الضرائب الله يهديك. عرفتي اش كيديروا هاد الناس؟ راه المكانه ديال الضو كتماركي 3 ايام في الشهر كطحن فيه 7000 درهم، والما باقي 27 يوم في الشهر ما كتماركي 4 درهم. كيفاش ما فهمتش؟ انا عارف، انا هذيك السر، هذاك السر المهنه هذاك، الا لحقنا غادي نجبدوه وغنشعل لك الضو للمغرب كامل. ما تخسر ما تماركي المكنه 10 دريال ما تماركيهاش. دابا هما حيت انا اللي كنعرف ان داكشي لي بيس ديالهم كلهم خدامين بالضو، كلشي خدام بالضو، ما كاين غير كتفيل، كتفيل ما كاين غير الكاترفين، كاترفين ما كاينش دو فيل. هاد الناس، هاد الناس خصنا نعرفوا هاد الشيء فين غادي. يعني نورمالمون خاص مثلا المهم على حد ما فهمت انا خاصهم يخلصوا مثلا في الضو 2 مليون 3 مليون كيخلصوا معاه مليون ولا شي حاجه، ما كيلحقوه كاع كيخلصوا 6000 درهم في الشهر صافي. والمكنه كطحن 3 مليون ديال الضو كطحنها كدوز كدوز هكا يا داكشي باش كيخلصوا الارضيه كيقطعوها من الضو كيخلصوا به الارضيه وغادي هكا والخدام واكل الشهر. يعني هاد الناس ما عندهم لا مصاريف لا والو. انا ما سمعت انا وسولتك ديك المره انا كنسمعت انا الخدامه كيتخلصوا النهار وعلى حساب الخدمه، كيتخلصوا النهار وعلى حساب الخدمه، يعني ما كاينش سالير اللي هو فيكس، ما كاين لا هادي ولا شحال ما دخلوا لنا. ديك الثمن كيتراوح بين 50 درهم وكيمشي حتى 6000 ريال بعض المرات، بعض المرات الا شبعوا الفلوس الا تكرعوا. وكاين وعلى حساب المنصب ديالك في داخل البارك الا غنسميوه منصب، شكون انت يعني على حسب الخدمه ديالك كيفاش كدايره وعلاش كتخلص. وانا دابا راه قداو بيا الغرض، انا لاحوني صافي شرفت، انا دابا راه خصو يجي واحد اخر صغير باش يدي ميردي وبيه ثاني صوره وبيه الفلوس، يشفر عباد الله، يشفر عباد الله. يا واخا نرجعوا للسويد قبيله على الحادثه، وعاود لينا في ديك الوقت اش كان طرا لك بالضبط، الا نعرفوا اش طرا في التفاصيل اللي ممكن تقول لينا السي احمد. الحادثه سيدي كنت خدام راه قلت لك فين دوزت عمري، ها هو شفنا التصاور وشفنا الوريقات وشفنا كل شيء طلعنا عليه، ما كاينش اللي يخدم في واحد البياسه كتهز 20 بلاصه كدور كيقولوا لي هذا بلا دور. وانا تخدمت فيها واحد السيمانه ما كنعرفش ليها، وتهرست ليها واحد السنه سويديتها صوبتها حيت لك روا باش نركبها، يلاه قريب نسالي منها ديما راه ليها واحد الخدام، مشات لي يدي هزوني لاحوني في السبيطار وخلصوا السبيطار باكية ديال الفاني ديال الفرنك ما شراها ليا باكية حرام، يعني هو لاحق في السبيطار ودور مع هذوك وخرج، دور مع هذوك وخرجت. انا بقيت تنتلوح الى يومنا هذا عباد الله، وبقيت تسالني الكرا دابا الولاد والصاير وهادي وهادي فين غادي نمشي عباد الله. وانا في هاد البلاد ديالنا الحمد لله واخا يكون يديك كاملين وما كدير والو، الا الا عندك يديك كامل ما تقضي غرض، وما تقضي غرض الصراحه، طول ما وصعيب وهادي وهادي. يلا 4 شهور دابا كتسالني 4 شهور عاد نسولك واحد السؤال وسمح لي الا غيجرحك ولا شي حاجه، ولكن بغيت نعرف دابا انت باش كتشوف هنا بيتو كامله وخدام، شنو الاحساس ديالك انت؟ الاحساس ديالي ما بقاش عندي انا احساس كاع، انا صافي تندم تمشي لواحد البلاصه كان ما طلعت عرفت انا تنفوت كاع ونرجع ليها ثاني صافي، انا صافي تسقيت في عقلي انا. السلام عليكم. يعني ملي كتشوف ان العائله ديالك ختلات خوك كنقولوا خوك باعك، خوك باع اللعب فيك، باع 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 الماتش، باع الماتش، شدوا الفلوس، شدوا الفلوس، ويقول الفلوس اللي كنت انت اولى بهم تشدهم، انت كنت شديتهم كنت دابا بخير، كنت درتي شي مشروع صغير وراك خدام فيه دروك، ما شديت انا والو راه ما كاين. لا دابا هو دابا هذا السيد هذا كيما فهمنا حنايا انه بغى يسكت، بغى يسكت جا من جهتهم، يعني كون سكتك نتايا كون عطاك انت هذوك الفلوس اللي عطاهم هما، وترا هما قالوا لي نعطيك 500000 فرانك. لا من غير دي 500000 فرانك اش من الفلوس عطاك؟ هو جاو من جهته واش ضوا عطاوه الفلوس ولا شي حاجه؟ لا ما عطاوهش الفلوس، هو غير جا من جهتهم وعطاوه واحد النسبه ديال البارك مقابلو واحد شويه ديال السوق، قابلو واحد 3 سنين قضى منه غرض وزاد بحالو،
ولا ما فاهم القليعه فين ما كيسول فيك ما يسول فيك ما يعطيكش الشربه ديال الماء ما لا عيد الكبير لا والو ولا العيد الكبير لا عيد الصغير لا يدي لا يخلي يلا كي غادي ندير انا دابا مع الناس هادو واش يعني مشيتي للمحاكم دعيتي مشيت للمحاكم ما خليت واو سمعت انا الديوان المظالم كنخلص الكرا ونخلص الضو وندير باش نمشي ونجي ايه كنبيع عاد ديطاي بلا ديال الديطاي اللي داير وما نقولش واحد على الله ولا عاد علي وتوال اي عاود لينا مشيتي للمحاكم ودفعتي القضيه ديالك شحال مره سمعت الديوان المظالم مشيت كنجري قلت لا باس عفا علي الله غادي الديوان المظالم انا مطلوب انا هادي وهادي مشيت تنقل في الرباط 3 ايام حتى لقيتو ملي لقيتو اسيدي ها الريس ديال عطاوني واحد الورقه قالوا لي خصك تمشي لعمارات السعاده واحد العمارات ما سميتها السعاده مشيت ليها طلعت عند شديت السيرفيس نص النهار حتى لحقتهم قالوا لي اش عندك انت عندك اسيدي عندي كذا وكذا 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 ايوا عندك الوراق ديال الخدمه ما عنديش ولا السيد راه خدم معايا ما عندي غير 10 عام في عمري شكون اللي غادي يدير لك الوراق ديال الخدمه والناس اللي قايل لك كبار ما عندهم الوراق ديال الخدمه وقالوا لي ما عندي يعني كاين اللي في ناحيته كامله تما ماشي غير انا وييه كتبقى تما حتى كتموت واش حتى انا واش لقيت تما عباد الله فين بان انا الحريره ديالو فين بان انا وما قدروا قالوا لي ملي ما عندك الوراق ديال الخدمه اش غادي نديروا لك ما عندنا ما نديروا لك وجيت ثاني بحالي كان بات في الكار كان بات غادي ونضل غادي تنجي واقف اللي كنرجع غادي فلا انت 12 ساعه غدوزها في الكار جالس كندوز تما سيدي 3 سوايع 4 سوايع كنشوف ديوان المظالم هنا لهي ما كاين لا ديوان المظالم لا والو عاد الظلمه نقول عليك انا ما كاين حتى حاجه اقسم لي بالله العظيم ما كاين لا القانون لا ما كاين لا قانون القانون عندنا غير في الهضره راه ما كاين شي حاجه وهادو هما هادو هادو هذاك هو القانون هو القانون عندنا في المغرب قول لي من الى ما جايين هادو راه ما كاين حتى حاجه درتي شكايات درتي محامين خسرتي شكايات والفياج ديال الشكايات اه راه خلي الورقه لا ما كاينش لاش توريهم لينا ها هو ديال وزير العدل ها هو اه قال لك دير نقدوا لي برا فاش غادي ندير انا نقدوا لي برا بغيت نمشي لك ثاني 3 سنين وربع سنين وطلعوا تعود انا هاد السيد هذا ملي دعيتي انت ما عيطت عليه المحكمه ما وما عمرنا دوزنا شي قال شي جلسه زعما نجلسوا فيها ولا الاول كانت كانت الجلسه كدعي انت كيدفع هو الفلوس من لهنا وكتخرج عندها السلام عليكم هاد الشيء صافي تقول انت هو اللي مصور في 4000 ولا ما نعرف انا كيفاش كاع كيسمعوا لبيب محمد تيقول لك هاي لبيب محمد تتسول المحكمه يقول لك جالس في الجلسه باش حكموا كاين حكمات بدون تصريح واش ناوي انت ما عندك حتى شي تصريح ديال العمل ما والو ولكن عندك الشهود وكاينين الشهود اسيدي راه كاينين الشهود اللي جبتيهم غيشهدوا فيه يشهدوا الشهود كاينين هنا ديال لقيتهم تما 1972 باقيين خدامين عندنا باقيين خدامين عنده كاين كاع اللي تسطا كاع كاين اللي تسطا الا بغاو نجبدوه كاينين يا كاينين الناس اللي مسطين هو بمدريهم سطاو بسبب الخدمة سطاهم عاد بسبب الخدمة سطاو داير لهم الخدام اللي يبدل لهم ويصبر لهم كاينين هادشي راه واضح هادشي راه باين الا كاين شي قانون نشوفوه ما كاين يعني هاد الناس خدامين بلان فورميل وهاد الحيحة كاملة وشحال هادي يعني ماشي اليوم ولا غد البارح ولا شي راه من ديما هاد الحرفة هكايا ما الا وراق لا والو بس كتبرد الفلوس هكايا بدا غير من جوج برر حتى لحق دابا المناير فاش كيلعب والمناير لا لا ما سمعت انا كاين الناس اللي داروا لاباس من هذا الشيء يعني كيفاش كنخلص لا ضرائب لا والو هما تابع غير هما اللي دايرين لاباس اما الخدام راه ما عنده ما يدير كيشوفوه كاع داير شي غادي يدير شي شويه كيجريو عليه يجيبوا تاني واحد اخر ينقصوا ليه تاني في الجورنال اش غادي دير مع هادو الا درتي معاهم السروال ما دي ما ولا لاباس غير السروال يا يلا احنا دابا هاي الدينا مقطوعه احنا شرفناها السنان ها العينين ها لا اله الا الله عباد الله واش غنمشيو نموتوا ولا اش غادي نديروا اش دابا انت كطلبنا هاي كنطلب اسيدي منهم يشوفوا فيا اصحاب القانون بغيت حقك بغيت حقك بغيت حقي ولا نموت ولا اش غادي ندير لا راه الصراحه من هادشي كتعاود راه كتولي الحياه ديالك عذاب والحياتي عذاب من النهار اللي عرفت انا هاد الناس عمرني ما شفت انا شي نهار بيض حياتي كامله يلا يلا عندي 12 عام في عمري وخدم مع الناس يلا حتى 83 حتى ولات عندي 18 ولا 19 ولا شي هذاك الشيء تقطعت لي يدي ولا عوني ورموني براش غادي ندير عاد الله فين غادي نمشي يلا شكون اللي غادي يخدمك واش غادي دير يلا انت لا اله الا الله يا الله الصراحة معقول معقول هضري قال لي وها الولاد وها الشراء وها الصاير وهادي وهادي وهادي
يلا فين غادي نمشي عباد الله؟ واش نمشي ننتحر ولا نمشي نموت ولا اش غادي ندير؟ هاكا هاكا عباد الله، لا ما بقى ليا غير ننتحر. شي حق شي قانون ما كاين، اللي قال لك القانون هو الفلوس، ومازال تقلب يا ربي تلقى ولا ما تلقى. هادشي راه غادي نشوف الدوزيام، وغادي نشوف مازال الجزيرة غادي ندعيها غادي تجي حتى هنا. والصراحة القصة ديالك يدار منها فيلم وثائقي واعر. انا حيت انا عاودت لي بزاف ديال لي ديطاي، انا ما كرهتش، انا ضرني راسي كاع انا من هادشي. بقى لي غير نشوف هاد الناس غادي يديروا معايا شي حاجة، ما غادي يديروه معايا نشوف اش غادي ندير، واش ننتحر ولا نحرق راسي ولا نحرق معايا شي واحد ندير معايا وانا غادي غادي. المهم حنا منا غنشروا هادشي ديال على الانترنيت، حيت دابا ولات الانترنيت هي الوسيلة اللي كنوصل بها الناس ضايع. انا ضايع، انا ضايع. وربنا توصل الرسالة ديالك للمسؤولين، إلا كاين شي طلب أخر ديرو من غير حقك. أو نترجى الله تبارك وتعالى. شي طلب لهاد الناس هادو اللي مخدامين في هاد لي بارك وهادشي. لا لا هادوك إلا ما زيرهم المخزن هادوك ما يتلفتو. يعني هادوك. أنت دابا الطرف ديالك أن هاد الناس خاص المخزن يشوف تما. المخزن ويعاود يدير. نشكر المسؤولين يشوفوا ليا. بالخص على مراكش 6000 ريال ديال الدواء هذاك هي واحد. هاهي هاهي راه عندي الفياج ديال الدواء. المرا فينا هي كاع مشات لها هي ولاد كاع. واش غايقابلوا فيا كاع؟ فقسوا مع اللي كرا. المرا مرضات ليا غير من الكرا 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 مرضة. يلا عباد الله. أنا يا اللي مريض أنا ما كنشوف لا السبيطار ما نشوف لا الدواء لا يديه لا يخليه. ملي كنتفكر هذاك الشيء كنتلف. كنتم غادي للبلاصة كنمشي لها تجي. يا الله السلام عليكم ورحمة الله.